وكانت دموع محبيه في جنازته هي بطلة المشهد الأخير في رواية وداع فطوطة. راجل خدم الفن 60 سنة، 60 سنة في نجاح، ادى الابتسامة للناس، ادى الفرحة للناس، وهو كإنسان عطوف وغالي علينا كلنا. ولما بتبقى في حاجة مضايقاني كنت بكلمه وكان بيديني فرحة. الله يرحمه، أنا حزني شديد قوي قوي عليه. الله يرحمه، وهو فنان كبير وعظيم، وإحنا مش هنعوضه أبدا أبدا. أعظم فنان كوميدي مر على مصر، ومن أجمل البني أدمين كإنسان بقى، يعني أكتر إنسان خلوق. عمرنا ما سمعنا مشكلة معاه. أنا عشت معاه أجمل 10 5 سنين في مسرحية، ما كنتش يعني كنتش أتصور إن أنا ممكن أقعد في عمل 5 سنين، لكن أنا قعدت فعلا حبا وسعادة بوجود سمير غانم. الله يرحمه، الله يرحمه. أنا بطلب من كل الناس إنها تدعيله بالرحمة على قدر ما هو بصر. أستاذ سمير غانم في القلب، ولازم يتكرم كل سنة على وكل دقيقة على كل حاجة حلوة عملها لنا. أنا واحدة من جمهوره يعني. البقاء لله، ربنا يرحمه. الفنان سمير غانم يعني يمكن شكل جزء كبير من طفولتنا، وكلنا اتربينا عليه، وهو أسعد الناس كلها. ربنا يا رب يرحمه ويسعده زي ما أسعدنا جميعا. ربنا يرحمك يا أستاذ ويغفر لك بقدر ما أسعدتنا. مش هيرحل من قلوبنا اللي عاش طول حياته عشان يسعدها. وداعا فطوطة، وداعا الفنان العظيم سمير غانم. البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي.